السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض إمداد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسوا أخوان الكرام إضافة سناب شات تويتر إنستغرام عندكم على زاوية الشاشة، واللي يحب قناتي يعطيني إعجاب على اليوتيوب. طب حط إعجاب، زر الإعجاب تحت موجود. وزي ما تشوفوا اليوم التغطية عن هيونداي إلانترا فئة نصفه 2019، طبعا فئة النصف اللي تيجي جنوط بدون فتحة، سعر السيارة 61,000. طبعا السعر يشمل ضريبة ويشمل التسجيل، طبعا محرك أكيد 2000 سي سي. بناخذ جولة سريعة على السيارة بعدين نتكلم عنها من المواصفات والمزايا. سمبوسة، طبعا هيونداي إلانترا حصلت على فيس ليفت في موديل 2019، كان تغيير في الواجهة الأمامية والخلفية وبعض من الديكور طبعا الداخلي للطبلون. طبعا هذه السيارة من ضمن السيارات المتوسطة، ما بين متوسطة الحجم وصغيرة الحجم، وهي أحد المنافسين لتويوتا كورولا. أكيد تعتبر من السيارات العملية وبرضه نوعا ما اقتصادية في الوقود. يوم نتكلم عن محرك 2000 سي سي يعني لا بأس فيه. المحرك 2000 سي سي 4 سلندر 150 حصان والجير اوتوماتيك توبترونيك 6 سرعات، نظام الدفع فوق ودفع امامي، مواصفات سيارة خارجية. طبعا عندكم انوار ال اي دي نهارية، ما راح تكون واضحة معانا في النهار زي الليل، لكن موجودة اتوقع تشوفونها قاعدة تتحرك. طيب لا، قاعد يتحرك على الكاميرا داخل الشاشه، تشوفه قاعد يتحرك الانوار ال اي دي، لكن في الواقع هي لا ثابته. طبعا نور السياره العالي والواطي عدسه واحده هيلوجين او شمعه واحده هيلوجين. عندكم الاشارات تحت، ما فيها كشف الضباب. الجنوط مقاس 16 انش الومنيوم، وعندكم اشارات بالمرايه. ونروح الى الخلف، وطبعا اكيد فيها اربع حساسات خلفيه، بما ان حتى الستاندر فيها اربع حساسات خلفيه. ونشوف شعار 2.0 على الشنطه الخلفيه. الاحظ ان اللوحه اصلا نزلت تحت، صارت زي شبيهه بالسوناتا نوعا ما، لكن للاسف الزر اللي هنا اللي موجود في السوناتا ما هو موجود في الانترا حتى في فئه الفول كامل. خلينا نفتح الشنطه. طبعا لاحظ ان الريموت اغلاق فتح الشنطه. افتح يا شنطة. طبعا هذه فرشات السيارة زي ما تشوفون، عدتها الى اخره، سبيرها. طبعا سبير الجنط نفس الجنوط الخارجية ما هو باسود. طيب الحين نروح الى بطاقة الوقود، واكيد يعني 14.9 كيلو لكل لتر بنزين، انخفضت عن الموديل السابق صراحة زي ما تشوفون، فما ادري شو السبب. الموديل السابق يعني الشكل نفسه، لكن فيس ليفت المفروض هنا يكون انسيابيه اكثر الى اخره. عموما هذه السياره من الداخل زي ما تلاحظون الداخليه، طبعا باللون البيج، مقاعدها قماش. نروح الى الخلف. فتحات تكييف خلفيه، دكايه بالوسط، وهذه ابرز المواصفات اللي موجوده طبعا بالخلف. المعلومية هيونداي إلانترا كوري، تجميع كوري من نفس المصنع، وهذه تعتبر ميزة لأن بعض الشركات الثانية، بعض المنافسين زي تويوتا كورولا تصنع في تايوان، وعندكم هوندا سيفيك في تركيا، فيعني جاي السيارة يعني حتى شيفروليه كروز تجي في كوريا مع أنها أمريكا جنرال موتورز على قولتهم. طيب صوت البوري، اللي يحبون صوت البوري دائما يقولوا يا أخي نبغى نسمع صوت البوري. هذا هو صوت البوري، لا تحسبه صوت بي ام يعني. عموما مواصفات السيارة الداخلية، المقاعد قماش بلون البيج، زجاج كهربائي، مراية كهربائية للأسف ما فيها خاصية الطي الأوتوماتيكي. طبعا عندكم تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، تحكم في مستوى الإنارة الداخلية، عندكم التراكشن، هذا هو الدركسون بالشكل الجديد، أحد التغييرات اللي صارت على السيارة. طبعا فيه تحكم بالبلوتوث، تحكم بنظام الصوتي، ومثبت سرعة، والتحكم بعدد الرحلات. طبعا يجي باللغة الإنجليزية الفئة هذه، حتى في الكامل صراحة، لكن
ذاك المديرات السابقة اللي كانت تجي بصمة وزي كذا، كانت تجي شاشة باللغة العربية ومدلع ومدري ايش، لكن للأسف الجماعة عندهم الريوس شغال بقوة. حلو، طبعا فيها شاشة معلومات تقدر تربطها في الجوال، جوالك ايفون ولا اندرويد تقدر تربطها، ما عندك اي مشكلة. ولا ننسى ان فيها كاميرا خلفية. طبعا عندكم الاوامر الصوتيه موجوده هنا، الاشياء الاساسيه في السياره، ولحظه فتحات التكييف هذه هي. طبعا تقدر، في احلى شيء انا عجبني فتحات التكييف كذا، تسكر فتحات التكييف. طبعا في توجيه صح، اوكي يمين يسار، لكن اذا اخذت يسار اخر شيء يسكر معك اذا مو بحاب تسوي يعني هواء ولا اي شيء. طيب المكيف يدوي 4 سرعات، ما هو الكتروني. طبعا السياره ما فيها سي دي، لكن في منفذ اس بي، منفذ يو اكس، ومنفذين طاقه، واحد منهم ولاعة دخان رابطكم عنه. والجير اوتوماتيك 6 سرعات توبترونيك. وعندكم اكيد نظام وضعيه قياده ايكو سبورت موجود، ايكو سبورت من قبل القياده العاديه. وطبعا المرايه الداخليه عاديه وليست تعتيم انوار السقف، فيها بيت النظاره اكيد، الشمسات مرايه مع اناره موجود، وتكايه بالوسط. طبعا للاسف في هذه ما فيها منفذ يو اس بي في التكايه، وفتحات تكييف خلفيه، وعندكم تكايه بالوسط للخلف. هذه ابرز مواصفات. طبعا يوم بتكلم عن مواصفات الامن والسلامه، فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك لساق، والراكب عدد 5 حزمات امان. ولا ننسى الديكور اللي جاء زي الكاربو فيبر هنا، تلاحظون جايب الخط هذا. طبعا ابرز منافسينا زي ما قلنا تويوتا كورولا، كيا سيراتو اختها. طبعا كيا سيراتو هي سياره واحده بس، ما ادري ايش مات ذول الكوريين عندهم كذا قاعده، يعني يبغون ينافسون بعض. طبعا تحط نفس المحرك نفس الشيء، بس سبحان الله كل واحده لها نمط، كل واحده لها شكليه، كل واحده حتى في السعوديه هنا لها وكيل. بالعاده اغلب الدول وكيل كيا وهيونداي يكون واحد، طبعا في الدول الصغيره، لكن نتكلم عن دوله ما شاء الله فيها مناطق ضخمه، فيها مبيعات ضخمه، اجباري يقسمون الوكلاء. حتى يعني بتشوف هيونداي 3 وكلاء على مستوى المملكة، بعض الدول بس وكيل واحد هيونداي وكيا، فيعني الدولة هي اللي تحدد كم وكيل، الشركة نفسها تشوف كم تحتاج وكيل. زي ما قلنا منافسين طبعا كيا سيراتو، عندكم هوندا سيفيك، عندكم طبعا لها الله شفرلي كروز، عندكم مازدا 3، عندكم نيسان سنترا، يعني كثير من الشركات، برضو متسوبيشي لانسر، لكن المتسوبيشي ما نشوف لها صراحة تواجد كثير، مع انها والله ما شاء الله جبارة، سيارة جبارة بمعنى الكلمة. يعني كانت هيونداي اول اصلا تعتمد على محركاتهم للمعلومية، كانت سيارات عندهم من اروع ما يكون. طولت عليكم اخبار كرام بالفيديو، لا تنسوا تضيفوني سناب شات، تويتر، انستغرام، عندكم على زاوية الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.